السلام عليكم، كنشكركم بزاف ونقدم لك راسي البرهومي سعيد. مدة ديال 30 عام وحنا كنا في هذا السوق كنبيعوا المتلاشيات اللي قالوا هاد المتلاشيات حقروهم، ماشي متلاشيات، حنا كنبيعوا جميع المواد المستعملة، لوح قديم، أي حاجة كتباع قديمة كنشروها. وتفاجئنا هاد اليومين بأن ناضت واحد البلبلة من طرف شي جمعية يلاه دارت ما كاينش تعام، وحنا راه 30 عام وحنا كناضلو ومنخارطين في الجمعية الأولى ديالنا، هي جمعية النور. والحمد لله بالمجهودات ديالنا ومجهودات ديال الجمعية ومجهودات ديال السلطات قدرنا باش نكونوا هذا المشروع باش نتحولوا ليه. وتفاجئنا بأن هاد العناصر نوضوا لنا بالبالة، نوضوا لنا بالبالة وقال لك غتهودوا البيير. واش حنا غنمشيو للبيير وحنا سلعتنا خاصها تكون مأمنة وتكون عندها القفل والساروت، ونمشيو نلوحو سلعتنا في السطوحة. عطي رقيب، حنا الناس تاع كوكي كنبيعو المواد المستعملة. حنا من السوق تبنى على ظهرنا، تحرقنا جوج مرات وقاولونا وحصاونا وبداو يبنيو لنا السوق. جات واحد الجمعية بغات ترول لنا السوق، قالت لك تنوضو اش هذا تهبطوا للبيار. حنا اش غنديروا في البيار وحنا السوق تبنى على ظهرنا؟ حنا من الاولين حنا والخضاره اللي كنا، ما هاد الناس يلاه جاوا بداو معانا وتحرقنا ثلاث مرات وتكرفصنا والشتا والسماء علينا. ايوا راه خصنا خد تبع الجمعيه تاعنا، جمعيه النور هي اللي عندنا، ما كنعرفوا حتى شي جمعيه اخرى. السلام عليكم، معك كبدي يوسف، بائع سوق الكوكي، بائع الفراي. واليوم سيدي كيقولوا لنا تحولوا اليوم الاثنين، حنا لا يقل واحد 24 عام ولا 25 عام وحنا هنا، واليوم كيقول لك سيدي تحولوا. حنا مع اللجنه ديالنا نهار يتحول المارشي راه حنا نتحولوا. والسلام عليكم. سير الله. السلام عليكم، معك مزيون حمد، بائع الوان المستعمله في سوق الكوكي. وكنسمع شي اخوان كيقولوا بان هو غوا يدونا للبيار. حنا مده من 2009 وحنا هنايا ما بين شيا وضحاها، قال لك تشول البيار ما فهمنا والو. حنايا حنا دابا كبرنا هنا عشنا هنا والسوق ديالنا كيطلع هنا، جاو شي ناس قال لك ودا تشيل البيار، تفاجئنا ما تلينا عرفناش شنو اللي واقع. هذا الشيء ما طلع خو معنا ضروري فين ما وقفنا على شي حاجه على جمعيه نور كيتعاونوا معنا، ما عمرهم هزوا فينا العين وما عمرنا شدنا عليهم شي حاجه خايبه ومعاونين. واش المستجد المشكل اللي كاين؟ كاين سيدي واحد جمعيه دخلت هنا للسوق واحد المده قليله ماشي بزاف، ناضوا استغلوا هاد الناس اللي كيفرشوا ديال الفراشات وكيطالبوا بهم باش يديروا صداع باش ينوضوا يقولوا حنا اما نهودوا السوق ديال البيار كاملين، واما نديروا الزازاع والصداع والمشاكل، اما ندخلوا نقسموا معكم هذا السوق اللي كاين هنا فين. واش واحد الله يجازيكم بخير كيضرب 32 عام في السوق كبر فيه باقي ما تزوجش باقي عزري 32 عام وحنا في السوق؟ انا كنقول لك بكل صراحه هذا الشيء انا كنوجهه للناس المسؤولين وكنوجهه لاي واحد كيعرفني باينوضوا يزيروا عليهم هذوك الجمعيه اللي ولات زيده بتزير عليهم رغم عليهم هما باش يدوهم يهودوهم معاهم البيار. بلاصتهم كاينه معانا هنا في السوق. واش هو الانسان اللي داير بارجع على جمعيه النور ما هي الاولى ما هي الثانيه ما هي الثالثه ما هي الرابعه ما هي الخامسه؟ راه من نهار دخل جمعيه النور هنا وحنا كنديروا مع البارجه وكنعاودوا مع البارجه كنديروا مع البارجه وكنعاودوا. واش الانسان كبر هنا في السوق دوز فيه يعني 10 سنين 15 سنه عشرين سنه وبين يدي تهز من هذا السوق يخلي بلاصتو في السوق اللي هو دوز حياته فيها كامله وبين يدي تحط في البيار مع واحد اخر باقي جداد؟ راه لا يمكن الاخ ديالي. السلام عليكم، عمر المعشي من سوق كوكي، التجار والحرفيين ملابس البال مستعمله. هاد اليامات كنسمع شي رواج كيدور هنا كيقولوا باللي ماي البال ديال سوق كوكي بغا يدوم الاثنين. انا عندي 20 سنه هنا باش كنبيع انا هاد البال، وانا ما عنديش علاقه بهذوك الناس اللي بغا يدو الاثنين، اللي بغا يدي يمشي الاثنين الله يعاونو. انا منخرط في هذه الجمعيه ديال السوق هنا ديال كوكي هذه 20 سنه وعندي ثلاثه كارطات ديال البادج، وانا ما باغيش نمشي اللي هي غادي بغيت نبقى انا هنا، بغيت نبقى هنا. انا السوق هنا كبرت فيه وكبر معايا وتبان على وتبنى على ظهري، وانا يوميا ما كنتنقل ما كندير لا سواق لا يديك لا خليك. انا رسمي هنا وصبت علينا الشتاء هنا وكنصبروا في الضايات وتحرر السوق الحرقه الاولى والحارقه الثانيه، وضعنا فيه فلوس كثيره وتسلفنا من عاد العائلات وعاد طلعنا روجنا ثاني من جديد وترقعنا.
ودابا الله يجازيكم انا بغيت نبقى هنا في السوق، وكندافع حتى التجار الحرفيين ديالي اللي في البلا الملابس المستعمله حتى هما يبقاو معنا هنا. حنا ما غينا نبقاو هنا في هذا السوق، ما بغيناش نمشيو للتنين، واللي بغى يمشي للتنين الله يعاونو. السلام عليكم، معكم سمار عبد العزيز، تنبيع ونشري في الملابس المستعمله. هذه 25 عام وانا تنبيع ونشري هنا مع الوالد الله يرحمه. الوالد مات توفى وحنا بقينا هنا، وتحرقنا الحرقه الاولى مشات لينا السلعه، والحرقه الثانيه والحرقه الثالثه، وهاد الناس بيدونا لهي، وحنا مع هاد الجمعيه ديال جمعيه النور بيدونا الاثنين. حنا اش بينو بين شي اثنين؟ حنا واحد 25 عام انا وصغير وانا في هاد السوق، وبيدونا تما فين بين نمشو؟ حنا مع الجمعه، مع جمعيه النور، بيعوا الحرفيين الله يرحم بها الوالدين، حنا بينا نبقاو هنا. حنا سيدي في هاد السوق مده 25 سنه، وحنا في هاد السوق جات الشمس حنا فينا، جات الشتاء حنا فينا، حنا كنعيشوا في هاد السوق ومع الجمعيه دابا. وقال لك اودي غتنوضوا تمشيو لجهه البيار، ولكن حنا ما يمكنش نمشيو للبيار، حنا في هذا الكوكب مده 25 سنه ومني تكونت الجمعيه وحنا معاها. سمعت يا سيدي؟ وما يمكنش لينا غنوضوا حنا نمشيو دابا مثلا للبيار، وحنا سوقنا هو هذا وفيه ديما، وجات الشتا فينا، جات الحرقه الاولى والثانيه والثالثه، ومشات لينا السلعه ديالنا. سمعت يا زين؟ مشات لينا السلعه ديالنا، ما يمكنش لينا نوضوا حنا ونمشيو لواحد السوق وحنا في هذا السوق مده 25 سنه وحنا كاين في هذا السوق. خويا حنا كبرنا في هذا السوق هنايا، يعني ولد 12 سنة أنا في هذا السوق، يعني دابا 26 سنة، يعني 16 سنة في هذا السوق هذا كبرنا فيه، وبزاف د الحوايج وقعونا في هذا السوق، فهمتي؟ تحرق لنا الملابس ديالنا، الماء، الفيضانات هكا، ولكن الحمد لله، وعندنا ناس كيتعاملوا معنا، وكنتعاملوا مع الناس، تعرفنا على ناس كيتعاملوا معنا، عندنا كليان ديالنا. يعني صعيب باش واش فهمتي، صعيب باش تمشي بلاصه اخرى، واش فهمتي؟ صعيب باش تمشي بلاصه اخرى وتعاود ثاني تربي كليان. دابا عندنا كليان هنا بزاف، كنت عاملوا معاهم بالكريدي، وعندنا كريدي ديالنا هنا، وبزاف الحوايج. لا لا، حنا رافضين هذا الشيء، رافضين هذا الشيء، رافضين هذا الشيء، ما متحملينش. وكيقول لك دير الباجه ديالك على حساب سوق اخر، وحنا كابرين في هذا السوق، كيفاش غنمشيو؟ واش فهمتي؟ وحنا عندنا السوق ديالنا هنا. السلام عليكم، حميد المعناوي، كنديروا هذا الشيء ديال البال في السوق ديال الكوكي. وهاد الناس اسيدي، انا عندي الباجه ديال السوق ديال الكوكي، وقال لك اسيدي بغي نوضي هودونا السوق ديال الاثنين. حنا اسيدي ما مهودينش ديال الاثنين، حنا مخارطين هنا في ديال الكوكي، غنبقاو في السوق ديال الكوكي. ما يمكنش لينا حنا غنبدلوا دابا، حنا من الاول تحرقنا شحال من تحرقه، وشحال وكيتسالونا كريديات، وحنا اليوم بغي هودونا كيدور لنا باجات اخرين، قال لك بغيت هودوا الاثنين، وحنا ما خدامش لينا السوق ديال الاثنين، حنا كنخلصوا حنا في هاد الباجه دايرينو مع السوق ديال الكوكي، غنبقاو في الكوكي. عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك.